الفيف معك إبراهيم الحسناوي للاطلاع عن تفاصيل المشهد الميداني بعد هذه التطورات على مستوى المواقف الأوروبية وأيضا موقف الأمريكي. نعم فيصل، في الواقع المشهد الميداني ما زال يطبعه في الغالب الجمود وعدم وجود مواجهات مباشرة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية كما كانت عليه في الأيام الماضية، تحديدا في الثلاث أيام الماضية ليست هناك مواجهات بتلك الضراوة التي كانت عليها في السابق. ربما هناك اعتماد أكبر لدى الطرف الروسي على الاعتماد على الصواريخ والقصف باتجاه أهداف عسكرية وحتى مدنية كما يقول الجانب الأوكراني. اليوم كان قصفا مكثفا على مدينة خاركيف، تقول هيئة الأركان الأوكرانية بأن أكثر من 180 ضربة روسية استهدفت مناطق داخل مدينة خاركيف. هناك أيضا قصف على مدينة كييف، سماع دوي انفجارات في العاصمة. هناك أيضا صد للقوات الأوكرانية للقوات الروسية على محور شمال العاصمة كييف. التطور العسكري اللافت هذا اليوم فيصل هو هجوم مضاد قامت به القوات الأوكرانية واستهدافها أحد السفن التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي وتدميرها بالكامل، بينما ضربت إحدى السفن الأخرى واشتعلت فيها النيران. فيما يتعلق بالجانب الإنساني أيضا فيصل، أعلنت السلطات اليوم فتح 7 ممرات إنسانية بالتوافق مع الجانب الروسي، لكن مدينة ماريوبول التي تشهد أزمة إنسانية خانقة ما زالت مستثنات لليوم الثاني أو الثالث على التوالي من أي توافق بشأن فتح ممرات إنسانية، ورغم ذلك تحاول السلطات الإوكرانية إجلاء المزيد من هذه المدينة التي ما زال بها أكثر من 400,000 شخص عالقين في هذه المدينة، وسط حديث عن نقص حاد في الدواء والغذاء. أشير فقط فيصل إلى الجانب السياسي وما ينتظره الأوكرانيون هنا أيضا من قمة حلف الناتو في بروكسل. قبل قليل تحدث الرئيس فلاديمير زيلينسكي وطلب مجددا من الحلف ضرورة دعم بلاده في مواجهة روسيا، على اعتبار أن أوكرانيا اليوم تدافع ليس فقط عن نفسها وإنما تدافع أيضا عن كل دول الأوروبية ودول حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي. يبدو أن الرئيس زيلينسكي نسي تماما قضية فرض منطقة حظر الطيران، طالب بضرورة أن يمده الناتو براجمات صواريخ وأسلحة نوعية من أجل مواجهة الطائرات الروسية، وقال بأن جيشه أثبت خلال 30 يوما الماضية أو 29 يوما الماضية من المواجهات العسكرية مع روسيا قدرته، وكأنه يستطيع الوفاء بالشروط من أجل في حالة ما كان هناك أي حديث عن انضمامه لحلف الناتو. نعم.